المهنة. يعني ملي كنت صغيرة تمنيت نكون سائقة حافلة في شركة كما شركة إيتيزا، والحمد لله تحققت الأمنية تاعي وقدمت للشركة، ويعني عطوني الكفاءة باش قبلوني ودخلت عندهم كسائقة حافلة. كانت عندي مبادرة وزاد الأهل تاعي كانت دعموني باش دخلت للشركة هذه، والحمد لله. ويعني من وزاد شركة كانت تقبلتني يعني بكل فرح وسرور، الحمد لله. نتمنى لكل النساء إن شاء الله تكون كما أنا وأكثر مني إن شاء الله. We'll be right back.